أهلا بحضراتكم. اقترب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وطبعا معروف أن المصريين بيحبوا تناول حلوى المولد بطعمها المتميز والمختلف، ودي من أبرز مظاهر الاحتفال عند المصريين. لكن في بعض الأشخاص بيكونوا عاملين دايت أو لديهم بعض الأمراض اللي بتسبب لهم قلق وبيرفضوا شراء هذه الحلويات، بس الأكيد في أنواع من هذه الحلويات بتكون مليانة فيتامينات وبتعزز صحة الإنسان. طيب يا ترى ايه علبة الحلويات اللي ممكن تكون صحية والإنسان ياكل منها من غير ما يشعر بأي إعياء؟ خلينا نعرف ده مع الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة. أهلا بحضرتك يا دكتورة في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتورة. يا ترى ايه علبة الحلويات الصحية بالنسبة للإنسان؟ بص حضرتك، هو بالنسبة للمكسرات عموما كلها صحية، هي المشكلة بس إن إحنا لما يعني بنعمل حلاوة المولد التصنيع بيخش فيه السكر عشان تبقى الحاجة واخدة شكل معين، اللي هي اللوزيه او الفستقيه او البندق والكلام ده. السكر اللي بنحطه، السكر والجيلاتين اللي بنستخدمه في عمليه التصنيع، هو المشكله في السكر نفسه مش حتى في الجيلاتين، المشكله في السكر. فهي بتحتوي على كميه سكريات عاليه عشان تدي الطعم الحلو، وبنستفيد من الدهون الصحيه اللي في المكسرات. فاللي انا عايزه اقوله انه المكسرات صحية، ولكن وجود السكر اللي فيها الكتير هو ده المشكلة. فبتكون المعادلة عشان نحلها، ما احنا برضه حتى لو حد اون دايت ما اقدرش اقول له انت ما تاكلش حلاوة المولد وده موسم، زي في العيد الفطر لما ناكل البسكويت والكعك ده موسم. لكن نقدر نقول ان احنا لما نشتري ما نشتريش بكميات كبيرة. هي الفكرة ان الناس دايما بتشتري الحاجات دي بكميات كبيرة قوي. اولا احنا الحالة الاقتصادية لا تسمح على الجميع. الحاجة الثانية إن إحنا دايماً نتعلم ثقافة نجيب على قدنا، يعني فكرة نجيب على قدنا دي مهمة قوي. إحنا بنجيب كتير، متعودين على كده، العادة بتاعتنا إن إحنا نجيب كميات كتيرة، وعلى فكرة يعني بتكون النتيجة إن إحنا هناكل كل ده. لكن إحنا لو من الأول هنحدد الكمية إن إحنا نجيب حاجة على قد الأسرة، يعني علبة على قد الأسرة، علبة صغيرة مننا احنا دقنا حلاوة المولد، وفي نفس الوقت ما نضطرش ان احنا مجبرين ناخد كميات كبيرة عشان نخلصها. يعني هي دي الفكرة. طيب بالنسبة للدايت، يعني ايه نوع الحلوى المناسب لو حد يعني بيعمل دايت وحابب ياكل انواع معينة من الحلويات، حضرتك تنصحيه بايه افضل نوع يعني من الحلويات؟ بص، هو مش في فكرة احسن نوع، هي فكرة ان احنا استقرار، يعني سواء اون دايت ولا مش اون دايت، اي حد بياكل حلويات لازم لازم تبقى فاهمه ان المشكله في حاجتين، في الكميه وانا باكل، وفي تكرار الحاجه الحلوه. يعني انا مثلا باكل حلاوه المولد، انا فطرت مثلا وكلت حلاوه المولد، بعدها خلاص ما جيت كمان شويه اكل حلاوه المولد، وبعد الغداء اكل حلاوه المولد، وبعد العشاء اكل حلاوه المولد، وبالليل احنا قاعدين نتفرج على التلفزيون نجيب العلبه ونقعد فيها عشان لازم نخلص العلبه. هي فكرة في التكرار. لا، تمام. احنا ناكل حلاوة المولد ولكن على القد، يعني مجرد ان احنا بس ندوق الحاجة. فعشان كده من واحنا بنشتري، يعني انا ارجو ان الناس تتعلم ثقافة نجيب حاجة على قدنا بحيث ندوق الحاجة بدون اسراف. تمام، حضرتك ذكرت ان المكسرات يعني مفيدة داخل يعني علبة حلوى المولد، هل في حاجات تانية غير المكسرات ممكن تكون مفيدة للجسم حتى لو بناكلها يعني بشكل قليل جدا، يعني زي ما حضرتك نصحتي المشاهدين دلوقتي هي غير حلاوة المولد المكسرات؟ حاجتين، من المكسرات والبقوليات، إذا كانت الفول السوداني ولا إذا كانت الحمصية، دول بقوليات. البقوليات من الحاجات الكويسة جدا، المكسرات كويسة، البقوليات كويسة، كل دول حاجات كويسة أوي. حتى الملبن جيلاتين، هي المشكلة بس في كمية السكر اللي بتبقى موجودة. فعشان كده بسبب كمية السكر دي احنا لازم نخلي الكمية اللي ناكلها تبقى معقولة، ما نكررهاش في اليوم كذا مرة، يعني ناخدها مرة في اليوم بكمية معقولة فقط. المشكلة دايما زي ما قلت لحضرتك، بناكل كتير وعدد المرات كتير، يعني التكرار كتير، هي المشكلة تمام. في ده. لكن هو كحلاوة مولد
ان فيها مكسرات صحية، فيها بقوليات زي الحمص والسوداني صحي، دول حاجات صحية، لكن وجود السكر هي المشكلة فيه. فالحل ان احنا ما نكررهاش في اليوم كذا مرة، ولما ناكل ناكل على القد، ولما نشتري نشتري على القد برضه. طيب كلام حضرتك هيقودنا لنصيحة للأطفال اللي بيتناولوا يعني كميات كبيرة من الحلويات. طبعا حضرتك بتنصحي الأهالي في الأول إنه عدد الحلويات أو الكمية تكون قليلة. طيب الأطفال نفسهم يعني اللي بيشوفوا أهليهم بياكلوا الكميات الكبيرة دي، يعني وضعهم إيه، أو إيه أفضل كمية ممكن يتناولها طفل علشان يعني لا يصاب بأي مرض يعني؟ لا هم مش هيصابوا امراض، هي الفكره انه ده غلط. يعني هي عشان كده احنا البدايه من الاهل دايما، هو مين اللي بيشتري؟ ما الاهل اللي بتشتري. احنا عايزين نقول للناس لما نشتري نشتري كميات بسيطه، لكن حلاوه المولد مثلا السمسميه سمسم مفيد جدا للاطفال جدا، المكسرات كلها مفيده وحلوه وصحيه ودهون صحيه، لكن بشكل معقول يعني مش بإسراف. لكن هي الفكره السكر اللي فيها السكر، فبتشيل لما هم هيشوفون ان احنا بناكل مثلا كميه بسيطه مره واحده في اليوم، مش 10 مرات في اليوم، هم بيقلدونا. انا لما بديهم مثلا اديهم من الحاجات اللي هي تبقى سهله، على فكره في حاجه عايزه اقولها مهمه، انا مش عايزه الاطفال تاخد الحاجات اللي هي ممكن تضايقهم زي البندق او اللوز او الفز، لا ياخدوا السمسم مثلا، الحاجات السمسميه كويسه. ليه؟ علشان في اطفال سن صغير قوي اللوز او البندق ممكن ما يعرفوش يعني يمضغوه كويس، وهم سنهم لا يسمح انهم ياكلوه، ممكن يحصل لهم مشاكل هم يبلعوه غلط انهم يشرقوا منه. لكن احسن حاجه السمسم من الاحسن الحاجات للاطفال، فبس زي ما قلت لك الكميه تبقى بسيطه، تكرارها في اليوم ما يبقاش كتير، يعني يبقى عارف الطفل انه هياخد مثلا مره واحده في اليوم، وياخد مثلا 2 سمسميه، بس اديله 2 سمسميه في ايده ياكلهم خلاص، هو كل حياة المولد. مش الفكرة ان احنا طول النهار ناكل، او ياخد الملبن في عين الجمل مثلا، برضو الجيلاتين مش وحش ولا عين الجمل، الفكرة في كمية السكر. فانا ادي كمية بسيطة ومنها دقنا، ولما نشتري نشتري كميات قليلة. طيب في سؤال اخر يعني بيهم المشاهدين، بالنسبة لكبار السن هل هناك اضرار معينة لو شخص كبير في السن يعني تناول بعض حلويات المولد، خصوصا لو بيعاني من بعض الأمراض زي مثلا السكر أو الضغط وخلافه يعني؟ هو طبعا يعني اغلب الناس الكبيره تلاقي عندها سكر غالبا، يعني فحلاوه المولد غنيه جدا بالسكريات، عشان كده انا قلت لك في بدايه الكلام اكتر حاجه مشكله في حلاوه المولد كميه السكر اللي فيها، لكن مش في المكسرات ولا في البقوليات، المشكله في كميه السكر. فبالتالي الناس اللي عندها سكر تاخد بالها وهي بتاكل حلاوه المولد، طبعا ده يرفع السكر جامد جدا. في الناس اللي عندها امراض تصلب الشرايين وامراض القلب والكلام ده ياخدوا بالهم برضو من كميه السكر العاليه، لان السكريات دي بتتحول لدهون في الاخر، ودهون هي اللي بتعمل مشاكل تصلب الشرايين، وبتعمل مشاكل القلب، وبتعمل سكر النوع الثاني، وبتعمل الضغط، هي سبب كل ده. فناكل ولكن باعتدال، يعني كميه بسيطه بحيث ما نتاثرش بيها وما نكررهاش. يعني انا برجع واقول على حاجتين، الكميه قليله والتكرار ما يبقاش كتير، يعني هي مره واحده في اليوم كفايه قوي. يعني دي اللي انا النصيحه اللي انصحها لهم، سواء مريض او سواء طفل او سواء كبير، خلي الكميه قليله وما نكررهاش في اليوم كذا مره. احنا بنجيب حلاوه المولد الناس بتفضل رايحه جايه على العلبه طول اليوم، يعني يكادوا يكونوا يعني ما بيتغدوش وما يتعشوش مقابل ان هم عمال بياكلوا في علبه حلاوه المولد. نتمنى ان نصيحه حضرتك توصل لعدد كبير من المشاهدين. الدكتوره ليندا جاد الحق، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه، نشكر حضرتك شكرا جزيلا لتواجدك العفو معنا. شكرا العفو جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.